الجواز لكل الناس. والله متشكر جدا ان انتوا يعني موجودين معانا النهارده هنا تغطوا حدث مهم زي ده في الشارقه. طبعا بشكر جدا مدينه الشارقه للاعلام شمس اللي هي فعلا اتاحت فرصه جميله جدا لكل اللي عايشين في الامارات بصوره عامه، لان المشاركين من كل الامارات هو مهرجان سينما من الجمهور للجمهور، فدي فكرة جميلة جدا. طبعا يعني بحكم ان احنا عايشين في البلد وفي عندنا اشغال، مش دايما عندنا وقت كافي ان احنا نروح نطلع الاداء بتاعنا في التمثيل او في الغناء او غيره، فكون ان هم يعملوا فرصة زي دي للناس اللي موجودين في الامارات مع اشغالهم دي كانت حاجة جميلة جدا. ومن هنا اتجمعنا فريق شغف، هو فريق عربي مصري سوري لبناني عراقي أردني، وفعلا اتبعنا السيناريو اللي ادهولنا أول 10 دقايق، ومن هنا ادونا مجال كبير جدا للابتكار. مش بس كده، ان هم دايما كانوا بيدونا كورسات وبيعرفونا ايه الجديد في المجال وازاي ان احنا نسقل الموهبة بتاعتنا على مدار 6 مراحل للفيلم. طبعا هم بدأوا ان هم يدونا الجايدنس او التوجيه بالظبط ازاي ان احنا ننظم إدارة فيلم من كافة المجالات، من قصة وسيناريو وحوار، من إخراج، من اختيار الممثلين، اختيار الأدوار المظبوطة للممثلين. وعلى مدار 8 شهور كانوا دايما بيعطونا زي كورسات في التمثيل، في الإخراج، في التصوير، حتى في الموسيقى التصويرية، في عمل التريلر أو البرومو بتاع الفيلم. فأنا بعتقد إن هم عملوا فعلا استراتيجية قوية جدا إن هم يطلعوا أو ينموا مواهب موجودة دفينة في المجتمع الإماراتي وبالذات في الشارقة، وفعلا دي تعتبر تجربة عالمية مش مجرد تجربة محلية. فعلا أنا بحب أوصل لهم إن مازال في هيئات فعلا قائمة على المواهب وقائمة على الإمكانيات والشغف اللي موجود جوه الأشخاص والشباب عامة، بيدوهم الطريق إزاي إن هم يحققوا ده في خضم حياتهم العملية. وده طبعا أنا بشكر فيه هيئة أو مدينة الشارقة للإعلام، لأن هي طبعا بتدي فرص كتيرة للناس إن هي تسقل مواهبها. وعلى حد علمي ان التجربة دي هتتكرر تاني السنة الجاية، وان شاء الله نكون فريق فايز تاني، لان انا بإذن الله واثق في النجاح وفي الفوز بالمركز الاول فريق شغف ان شاء الله. انا بشكركم طبعا حواس لكل الناس، فعلا يعني انتوا قناة هادفة وبتغطي مجالات كبيرة جدا، ونتمنى ان احنا دايما نبقى على تواصل في المهرجانات الجاية بإذن الله، وتتابعوا النجوم بتوعنا ان شاء الله.